إخواني المشاهدين، أخواتي المشاهدات، طابت أمسيتكم وأهلا بكم في عدد جديد من برنامج أديان. في إطار تعزيز حماية الأطفال من الأمراض التي يمكن الوقاية منها عن طريق التلقيح، أطلقت وزارة الصحة الرزنامة الوطنية للتلقيح لسنة 2023، وهذا ابتداء من يوم الأحد 15 أكتوبر. تم تحيين هذه الرزنامة من خلال إدخال لقاح مدمج سيسمح مع اللقاحات الأخرى بالحماية ضد 11 مرضا يمكن الوقاية منه عن طريق التلقيح. تولي السلطات الجزائرية اهتماما كبيرا للبرنامج الموسع للتلقيح من خلال ضمان نجاعة وسلامة اللقاحات. لمناقشة هذا الموضوع أسعد باستضافة السيدة سماي زوليخة، مديرة التموين بمعهد باستور الجزائر. أهلا بك. أهلا بك. أسعد أيضا باستضافة الدكتورة ساعي نسيمة، عضو اللجنة الوطنية التقنية للتلقيح. أهلا بك دكتور. أهلا بك وشكرا على الاستضافة. نشاهد هذا التقرير الصحفي ونعود إلى البلاط. على غرار العديد من المؤسسات الاستشفائية بالتراب الوطني، انطلقت بالمؤسسة العمومية للصحة الجوارية بالقبة العناصر الرزنامة الوطنية الجديدة لتلقيح الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين الشهرين 4 أشهر و12 شهرا. يوم تم انطلاق رزنامة الجديدة لتلقيح الأطفال 2023، دونك لحقنا تلقيح جديد فاكسان واش مليح سي كو il concerne les enfants à partir من شهرين. ça ماشي فاكسان تلقيح جديد، جوست لا بريزونطاسيون تاعو يدي في حقنه واحده. 6 مضادات مدمجة في حقنة واحدة سيتلقاها الأطفال، وتضم جميع الأمراض الخطيرة التي قد تصيبهم، وهذا دون خطر الإصابة بأعراض جانبية. يحمي الطفل من الأمراض 6 أمراض في حقنة واحدة. دونك كان داري لي زونفون يجو بور لو فاكسان تاع شهرين وربع شهور و 12 شهر يديروا 3 حقن في حصة واحدة. هذا شيء بزاف عليهم. الوغ الأمراض المعنية كيما تاع شهرين ربع شهور و 12 شهر عندنا الديفتيري، تيتانوس الحصبة، كوكلوش، إيموفيلوس إنفلونزا، لا بوليو دونك الشلل، بلس الفاكسان تاع الهباتيت فيتيك، ميزا باغ الحمى ما يدير حتى أعراض. خطوة ثمنها الأولياء للعديد من العوامل، أبرزها تقليص جرعة اللقاح وتجنب عناء الذهاب والإياب إلى المؤسسات الاستشفائية. بون هذا الفاكسان الجديد اللي داروه هنا يساعدنا باسكو أو طونكو باغون ماذا بينا ما نبقاوش لي فايف يعني فيتيوهم ويتو، نقصوا شوية لي بيبقى الدراري كي تعرفي الدراري يبكوا ويتو. إجراء جديد يصب في إطار برنامج القطاع الذي يسعى إلى مكافحة وفيات الأطفال من خلال تعزيز حمايتهم من الأمراض عن طريق التلقيح. نبدأ معك الدكتورة ساعي نسيمة، عضو اللجنة التقنية للتلقيح بوزارة الصحة. كنا نشوفه في الروبورتاج هذا الطبيبة المكلفة بتلقيح الأطفال في لو بي اس بي للعناصر، يعني المؤسسة الاستشفائية للصحة الجوارية بالعناصر، تقول انه اوني باسي دان تيترافالون ان اكزافال، يعني جزنا من لقاح فيه 4 مضادات الى لقاح فيه 6 مضادات. ماذا بينا تفهمينا هذا البرنامج الجديد، لانه كان فيه ربما فهم غلط من الكثير من الصحفيين انه حملة وطنية جديدة للتلقيح. ما فكاش حملة وطنية، مازال الحملة الوطنية ما بداتش، وهذا الرزنامة ليست حقيقة رزنامة جديدة وليس برنامج جديد، لكن تم تحيينه فقط وتحديثه. شكرا. أفت كما قالت الطبيبة في الروبورتاج، هذا البرنامج تاع التلقيح تاع 2023 هو تكملة للبرنامج اللي كان من قبل 15 أكتوبر. برك هو يعني هذا الرزنامة مبسطة ومحيانة. محيانة معناتها مبسطة لأنه الطفل راح يدير في عوض يجي يدير يعني نقصوا له عدد الحقن، راح ينقص 4 حقنات وراح يلغى واحد من المواعيد. دونك هذا ماشي يعني شيء ايجابي، لانه يعني الموعد تاع 3 اشهر اللي كان يدير فيه التلقيح ضد شلل الاطفال المحقون
سوف يلغى، معناتها الطفل راح يلقح عند الولادة ضد البي سي جي والالتهاب الفيروسي الكبدي با، ومن بعد في شهرين يدمج هذاك تاع 3 شهور مع تاع شهرين 4 و12. هذاك في شهرين كان الطفل يدير 3 حقن، كان يدير ديفتيريا تيتانوس والسعال الديكي والليموفيلوس انفلونزا اللي هي الانفلونزا البكتيريه حقنه، ليباتيت بي حقنه، والمكورات الرئويه اللي هو لوبنومو اللي يعطينا بزاف التهابات في لي بومون، وسورتو يعني التهابات السحايا اللي نقصت بزاف ملي درنا هذا اللقاح. هادوما دونك 3 حقن في هذا البرنامج تاع 2023 يدير حقنتين، معناتها يولي هذاك تاع 3 شهور مدمج في شهرين 4 و12، وزدنا ليباتيت بي دمجناها معها. هذا هو التغيير الوحيد اللي طرا على اللقاح. يعني فعليا دكتوره ساعي، يعني نقصنا موعد واحد، يعني الا كان يروح 3 فوا يولي يروح 2 فوا، هذه هي. ودمجنا تاع المره الثالثه الموعد الثالث دمجناه في الموعد الثاني، وقلتي باللي تاع لونتي بنومو هذا ملي ولينا نديروه نقصوا لي كا دو مينانجيت، لكن شحال عندنا ملي ولينا نديروه هذا لونتي بنومو؟ هذا لونتي بنومو من 2016، دونك من 2016 افون ما كناش نديروه. نو من 2016 دونك دخل في الاخر في 2016 دخلنا لقاحات ضد 4 امراض جديده، يعني كنت تما دخلنا لقاحات جديده، دخلنا لوغور ما كناش دونك كنا نديرو لونتي روجو فقط يعني ضد البوحمرون، ولينا نديرو لقاح مدمج فيه البوحمرون لي زوغيون اللي هو النكاف ولا روبيو اللي هي الحصبه الالمانيه ولا الحميره، دونك سي لا بتيت. واللي ما داروهش من قبل 2016 كيف يدير؟ نو هذاك لازم، يعني لازم نظام استدراكي، يعني مع بيان سور في هذا البرنامج تاع 2023 البرنامج تاع 2023 لنوفوني، يعني من يوم الاحد 15 اكتوبر راح نبداو مع هذوما اللي زادوا، لكن نحكي على اللي زادوا من قبل وما داروش ربما اللي قبل 2016 ما دارش لونتي بنومو. معليش هذوك حال، شوف كي درنا اللقاح هذا حبيت برك نكمل الاولياء باللي هذا التكمله، يعني اللي دار تاع شهرين مثلا اللقاح قبل 15 اكتوبر يجي يكمل في 4 شهور بهذا اللقاح نفس اللقاحات، يعني البرنامج كان يلقي كان الوقايه ضد 11 مرض مازلنا في 11 مرض، ما دخلناش لقاح ضد مرض جديد كما في 2016 وين دخلنا 4. هذا واش حبيت نقول، نقصنا موعد لكن نقصنا 4 حقن، لانه مواليد في العام في الجزائر هي 1 مليون ولاده، راه نقصنا 4 ملايين حقنه ونقصنا 1 مليون زياره، ماشي شويه، نقصنا يعني الغيابات تاع الاولياء، نقصنا الضغط على مراكز الصحه، ونقصنا سورتو لا جيستيون دو لا دولور عند ان نوريسون كي ا دو موان او لو يدير 3 انجيكسيون يديرهم في مره. وثاني يعني يمكننا الاطفال اللي ما داروش الاستدارة كان عندهم تاخير ولا تاجيل في اللقاح، الاستدراك تاعهم راح يكون بصفه سلسه، معناتها مثلا طفل ما دار حتى اللقاح في يوم واحد نقدر ندير له هذا ليكزافالون، ندير له لوغور، وندير له دونك ندير له لونتي بنومو، ندير له كاع اللقاحات بلوس الفي بي او اورال، ندير له كاع اللقاحات في يوم واحد، لانه اللقاحات نقدروا نديروها في يوم واحد. زيد مع هذا البرنامج كاين ما كاش اعراض ولا خطر لو نديروا له كاع اللقاحات في يوم واحد، يعني نفس عدد يعني لي ميم زونتيجين اللي كنا نديرهم حنبقاو نديروهم. اي بوي كاين دي بي كيما الولايات المتحده يديروا عدد اكبر من لي زونتيجين واللقاحات في اليوم اكثر منا، يعني بوف توليري حتى 4 انجيكسيون للفوق. وي دونك هذا يعني علميا مثبوت باللي كي نديروا عدد كبير من اللقاحات ما راحش ندو يعني نسبه قليله بالمناعه، ما راحش يعني نقيسوا المناعه تاع الطفل، هذه مؤكده علميا. يعني واش حبيت نزيد ثاني مع البرنامج هذا، كاين ان نوفو غيد، لو غيد هذاك يعني المستخدمي الصحه فيه كيفيه، هذه حاجه جديده ما كانتش في لونسيان غيد، فيه كيفيه استدراك كيكون تاجيل في التلقيح. وعلاش هذا البرنامج تاع التلقيح؟ احنا الهدف لوبجيكتيف برينسيبال سي انه نطلعوا التغطيه التلقيحيه، درنا مناعه فرديه واللي تهمنا اكثر هي المناعه الجماعيه. التغطيه التلقيحيه لازم تكون على الاقل 90%، يعني بوغ البوحمرون 95%، لانه مرض ينتشر بسرعه، يعني بسرعه رهيبه، حاله واحده تقدر تعدي لك 18 حاله. كما عرفنا كي يكون نقص في التغطيه التلقيحيه ما ترحمش، نقص في التغطيه التلقيحيه يؤدي الى تفشي الاوبئه. وكي نطلعوا من نسبه التلقيح ماشي خلاص، يعني هذاك هو لوبجيكتيف، خلاص يفو مانتونير،
لازم نخلوها، لانه اي نقص في اليقظه حتى في البلدان المتطوره ورانا نشهدوها خاصه بعد جائحه كورونا وين نقصت نسبه التلقيح في معظم البلدان، اي نقص في التلقيح إيجال تفشي أوبئة أو تفشي أمراض اللي ما كناش نشوفوها وعاودة ولاد، كما في 2018-2019 نقصت التغطية التلقيحية البحمرون، عدد الحالات خلصناها غالية 59 ألف حالة. وعلاش نقصت في 2018؟ لماذا نقصت في 49 وفاة؟ التلقيح إجباري في الجزائر. التلقيح إجباري، ولكن يعني كانوا هناك بعض يعني بعض صراو بعض ديزانسيدون في هذاك الوقت، وين يعني كيف نقولوا احنا التلقيح هو ثقة بين يعني المواطن والسيستم دو سونتي. يفو سافوا كون الجيري في الجزائر سي لا ريفيرونس اون ماتيير دو فاكسيناسيون. ميتنون صراو بكلكو انسيدون كيما يصراو في اي يقدروا يصراو في اي بلد يتربطوا بصفه خاطئه مع اللقاح ويقدر الناس يعني تبعها وما تروحش دير التلقيح. ممتاز، سنعود الى هذه النقطه دكتوره ساعي. نعاود نولي للسيده سماي من معهد باستور المدير التموين. تكلمت لنا دكتوره ساعي على الجانب الطبي، لكن قبل ما نلحقوا باش نفاكسينيو لازم نجيبوه الفاكسين، يعني يجب يكون موجود عندنا. ومعهد باستور هو في القانون اللي متكفل باش يستورد كل اللقاحات في التراب الوطني كما كان استورد اللقاح ضد الكوفيد. الان هذا في الرزنامه الوطنيه تاع هذا للتلقيح 2023، هل هذه اللقاحات متوفره في معهد باستور وما هي الكميات اللي جبتها؟ حقيقة معهد باستور مسجل في 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 ديناميكية الوقاية، وفي هذه الديناميكية الحالية لإعادة بعث الوقاية ضد الأمراض المعدية قمنا باقتناء كل ما هو لازم من لقاحات، واللي سمحنا بهذا الأمر هو تسخير ميزانية جد مهمة لهذا. و تقدري تعطينا الميزانيه لحبيبتي؟ اذا ماشي سريه تقدري تعطيها لنا. كاين اللي يقدروا يمدوها لكم. المعنيين بالامر احنا معنيين بالاقتناء. نعرف ان ميزانيه ضخمه لانه احنا معنيين كما قالت عندنا مليون ولاده كل سنه تقريبا دكتوره ساعي، يعني اذا نحسبوا مليون كل سنه ميزانيه هائله. عندك مليون ولاده وعندك ثلث عندك لي رابيل، عندك تلقيح اللقاحات الاخرى، والميزانيه هذه التي وضعت في بالنسبه للاقتناء، وليست غير هذه الميزانيه فقط فحسب، لكن كاين ديناميكيه اخرى من الجانب اللوجستيكي على مستوى معهد باستور وكذا على مستوى المصحات، من اعاده هيكله ومن اعاده من تعزيز التنظيم والتجهيز والتكوين لنصب ونصل إلى أن نكون على مستوى المعايير الدولية من الاقتناء حتى معليش سيدة اسمحي، أعطينا من الاقتناء ما هي اللوجيستيك من الاقتناء حتى باش توزعوها على هذوما لي بوليكلينيك اللي راهم مكلفين باش يديروا تلقيح، باسكو الناس في بالهم حاجه سهله تجيب تلقيح، هذا التلقيح عنده جو بونس فو ريسبكتي لا شين دو فروا، فيه العديد من الاجراءات، كلمينا هكذا باختصار. اولا بون الرزنامة تسطرها مديريه الوقايه على مستوى وزاره الصحه، احنا مكلفين بالاقتناء على حسب باحترام طبيعه الحال القوانين الساريه، نقوم باختيار اجود واحسن لقاح باحسن سعر، يعني لو ميور رابور كاليتي، لو ميور كاليتي بري توت افي. كيما هذه المره منين جبتوها الميور رابور كاليتي بري؟ على حسب اللي يخرج في الـ في الـ في لي زابيل دوف. حنا نديرو الصفقات، الدنيا فوق درنا حصه على الـ 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 على داء الكلب لاراج، وجبت اطباء دي كلينيسيان تاع مستشفى القطار وقال لك باللي هذا لما يجيبوا لهم لو سيروم انتي رابيك قال لك ذو جوده عاليه لانه ما فيهاش، وقالوا تجيبوه من الهند.
يعني المصدر ما يهمش من أين نقوم باقتناء اللقاح. الذي هو مهم هو أن اللقاح ذو جودة مؤكدة، أنه في غالبية الأحيان عنده لابخي كاليفيكاسيو تاع المنظمة العالمية للصحة، عنده ملف تسجيل على مستوى الوكالة الوطنية لاجونس ناسيونال تاع لي برودوي فارماسيوتيك. عندنا نقوم بتحاليل للتأكد من الجودة على مستوى مخابرنا، مخابر معهد باستور. كل هذه الشروط لازم تكون متوفرة باش نقوم باختيار وقبول اللقاح. من بعد باش تجي عملية الاقتناء والاستيراد، واللي تكون كذلك لازم تكون في شروط تستجيب إلى شروط الجودة والمعايير المفعول بها في مثل هذه عملية الاقتناء. يعني كاين الأمر المهم هو احترام لاشان دو فخوا، احترام شروط التبريد من الخروج من المخبر المنتج حتى وصول غرف التبريد على مستوى معهد باستور. وانا كنت زرتك منذ سنتين سيده اسماعيل، زرت معهد باستور في ديل ابراهيم وشفت كيفاش التوزيع والتخزين، خاصه شفت كيف تخزنهم في دي شون فرواد ايموس، شفت يعني دخلت حتى لي شون فرواد هذوما حقيقه لا شان لي ريسبكت. كاين حرص كبير شديد لاحترام هاد المعايير، لانه جوده اللقاح هي الهدف. اللقاح نقتني اسهل بالنسبه لنا الاقتناء، ولكن لازم نتاكد بان اللقاح ليوصل للمصحه يكون لقاح ذو جوده وكل احترامنا. ديزيسي كلينيك بور سافوار، راكي تقولي الجوده باش نعرفوا هنا جبناه، كيف نعرفوا حقيقه اسكو هذا راه جوده عاليه؟ ديزيسي كلينيك وفي عندنا كونترول، عندنا مخبر تحاليل الجوده على مستوى معهد باستور. عندنا ملفات تقنيه فيها الشهادات اللي تضمن شهادات من مخابر معروفه عالميا لتاكد الجوده. وحنا اثر وصول اللقاح نقتنيو عينات من هذا اللقاح ونعاودوا نديروا لهم التحاليل للتاكد مره اخرى من الجوده قبل ان نقوم بال باسبور لا ام بي بي. لا الوكاله الوطنيه كاين لونجيسترومون بيان سور سو في او نيفو دو لاجونس اي لي ان كولابوراسيون بيان مع الوكاله الوطنيه الصيدلانيه اكزاكت. مي المخبر تاع معهد باستور هو اللي حاليا يقوم بالتحاليل الاخيره قبل ان نقوم بالتوزيع. ممتاز. الدكتوره ساعي، كنا نقولوا التلقيح اجباري، انت كعضو في اللجنه الوطنيه التقنيه للتلقيح، ما هي النسبه اللي راكي تشوفيها تاع تلقيح الاطفال تاعنا في الجزائر؟ هل كل الاطفال ملقحين؟ هل هي نسبه كبيره؟ تقريبا علما ان التلقيح اجباري. يعني سي بيان دافوار بارلي دو سا، التلقيح في الجزائر اجباري، يعني مجاني واجباري، وهذا ماشي من اليوم، من 69. يعني كي نشوفوا البرنامج تاع التلقيح تبدل عده مرات، يعني 8 مرات باش نقولوا للناس باللي البرنامج تاع التلقيح ني با فيجي، يتبدل على حساب الوضعيه الوبائيه، على حساب تطور تاع يعني تاع اللقاحات، التطور العلمي، وعلى حساب اسكو نقدروا نشريوا اقتناء هذه اللقاحات ولا لا. يعني من 69 حنا اللقاح اجباري، يعني نعرفوا بلي بلدان اوروبيه حتى وين جات يعني الوباء تاع البوحمرون باش ولاو داروا اجباريه التلقيح للاطفال. لكن يعني والحمد لله قلنا لعده سنوات حتى الامهات ولا الجدات تاعنا التلقيح عندهم كان شيء مقدس. يعني وعلاش كان شيء مقدس؟ لانه كانت الامراض جد متفشيه، كان الناس يشوف بوحمرون يقتل، شال الاطفال يدير اعاقه مستديمه، الناس تخاف على اولادها. نسبه الوفيات في 66 كانت 149 وفاه عند المواليد، لكل 1000 ولاده في 2020 حبطنا
ل 18 وفاة لكل 1000 ولادة، هذا بفضل كبير للتلقيح. يعني متنو مور جائحة كورونا كان يعني تأثير سلبي على التلقيح، وهذا ماشي غير في الجزائر، في كل دول العالم. يعني حتى منظمة الصحة العالمية نظمت له بيكاتشاف، يعني حملة استدراك كبيرة باش نستدركوا كاع الأطفال اللي ما تلقحوش في هذوك السنوات تاع الجائحة. شفنا نسبة التلقيح حبطت في الجزائر وعلى بالنا بها، وكاينه حتى في يعني حبطت، ولكن بهذا البرنامج اللي سهل التلقيح لانه نقصوا عدد الحقن. كي نقولوا هبطت تحت 90%، هبطت تحت يعني رانا ندور في 80% لاول مره. يعني هذا شيء رانا صرحت به وزاره الصحه، ولكن هذا راهو ما قلت لك ماشي غير في الجزائر، في كل في عده دول. ماتنو يفو اجير، يعني ما نكونوش اوبسيرفاتور، يفو اجير. حتى الاولياء ما لازمش يتخوفوا من اللقاح، اللقاح هو الوقايه للاطفال تاعهم. نشوفوا بزاف يعني قبل الدخول المدرسي ولا الدخول للروضه يجونا الاولياء يعني افيك دي كارني سونتي، دفتر الصحه وين فيه غير اللقاحات تاع الولاده ولا اللقاحات تاع اثنين تاع شهرين وخلاص ما كاش الاخرين، يجي باش يستدرك كل اللقاحات قبل ما يدخل للمدرسه. يعني احنا ما دابينا هذا الشيء ما يكونش، مي حتى ولا كان يعني اي طفل راهو عنده تاخير في اللقاح، يعني ما واش يكون لاج تاعو حتى وين فات 6 سنين، يروح يلقح لان الحمايه الوحيده. ما نسمعوا بزاف امهات يقول لك لكن المناعه عندي مناعه طبيعيه. المناعه الطبيعيه هذو الامراض اللي هضرنا عليهم في البرنامج، هذه النقطه هذه تاع المناعه الطبيعيه سنعود لها في الشطر الثاني من الحصه. وصلنا الى نهايه الشطر الاول، فاصل قصير ونعود. إخواني المشاهدين، أهلا بكم في الشطر الثاني من برنامج أديان. موضوعنا اليوم دائما إطلاق الرزنامة الوطنية للتلقيح لسنة 2023، دائما مع السيدة سماعي مدير التموين بمعهد باستور الجزائر، والدكتورة صاي نسيمة. دكتورة صاي، أنا كنت قطعتك في الشطر الأول من حصة، كنا نتكلموا على إجبارية التلقيح ونسبة الأطفال الملقحين في الجزائر. قلنا أيضا في الشطر الأول من الحصة أنه من نقاط القوة في المنظومة الصحية الجزائر، نعرف المنظومة الصحية الجزائر تعاني الكثير والكثير من المشاكل وفيها الكثير من النقائص، لكن من نقاط القوة تاعها هو التلقيح، أين أصبحت مرجعية عالمية. دونك سي أون ريوسي دونك كيك شوز دون سو سيستيم دو سونتي، أون ريوسي في لا فاكسيناسيون. ومن 1969 وهذا البرنامج التلقيح تاع وزاره الصحه ومعهد باستور يعني تاع السلطات الجزائريه جاب نتائج كبيره، ونا بو ايراديكي قضينا على الكثير من الامراض التي كانت متفشيه في المجتمع الجزائري. الان الحمد لله بعد الاستقلال قدرنا نعمو التلقيح هذا لكل التراب الوطني. لماذا كاين البعض من الأمهات يعتقدوا أنه الطفل يقدر يكون عنده مناعة طبيعية ولا يحتاج إلى التلقيح، وهذا شيء خطأ بطبيعة الحال؟ شوف، هذا البرنامج تاع التلقيح كما قلنا يعني يمد لنا وقاية ضد 11 مرض. هذا ال 11 مرض مرض خطير وفتاك، يعني يقدر يقتل، وإلا ما قتلش يدير إعاقات. ماشي نقول باللي مناعة طبيعية تقدر كيما يعني كيما لا غريب ولا يعني يعني ان بتي غوم ولا كي تكون بوحمرون وتقول بلي مناعه طبيعيه، ما كاش ما تقدرش المناعه الطبيعيه تحمينا من بوحمرون، لانه بوحمرون كي يبدا ما يحبش. كي شفناه يعني عامين 2018 و2019 حاله وحده تاع ديالك 18، يفو فوا يعني في المراكز الصحيه واش داروا تلقيح باش نحبسوا هذيك الوباء في هذاك الوقت، تفشي الوباء. وعلاش كان هذاك الوقت؟ لانه اولا في البرنامج اللي قبل كان عندنا جرعه واحده، ومن بعد زدنا لها الجرعه الثانيه، الجرعه، لانه بالجرعه الثانيه اللي تكون عندنا يعني انيميتي بلوز امبورطون، ونقدروا نحميو المرض بنسبه 95%. جرعه واحده ما تكفيش. وشنو ثاني اللي نقول يعني للامهات؟ بكري كانوا الامراض يشوفوهم بزاف، كان التلقيح يروحوا يديروه. مع
يعني فعالية التلقيح ونقص نسبة الأمراض ومعدل الأمراض ومعدل الوفيات، يعني تلقى ممكن بعض فئة، ما نقولش كلها غوزمو، فئة تقول بلي ما كاش الأمراض وعلاش نروح نلقح، يعني on commence à se poser des questions sur le vaccin. En fait اللقاح لازم يندار، لأنه كما قلت في الأول ماشي باش تكون عندي تغطية كبيرة وخلاص، لازم نخليها، لأنه أي نقص في التغطية التلقيحية يعني يكون فيه تفشي الأوبئة، وهذه شهدناها مؤخرا في عدة بلدان، حتى يعني بلدان أوروبية ولا الأمريكية. أنا حتى أنت ذكرتيني في الفاصل دكتورة ساعي باللي درنا، أنا كنت نسيت باللي درنا حصة على لا ديفتيري، لأنه أون أيو في لا ديفتيري أون إبيديمي دانييرمون في الجنوب، جنوب في أضرار خاصة في سامراست في الجنوب الكبير، على كل حال التي امبورتي من دول الساحل من الحدود الجنوبيه، لكن اوروزمون كل الاطفال تاعنا كانوا ملقحين بلا ديفتيري، يعني اغلب الحالات اللي شفناهم حالات مستورده من يعني افارقه جونا من البلدان المجاوره. هنا هذا ما يدل على اهميه التلقيح، ولا بروف انه ما كانش من هذه راحت لا رجول، راحت لا فاريول، راحت حتى نذكروا انه لا فاريول بكري كانت لا فاريول، بالك جدودنا في قبل الاستقلال كانت عندهم هاجس، الان الحمد لله كي ولا كيلونا نفاكسينيو قضينا على الكثير من الامراض. مليح كي هضرت على لا فاريول يعني لا بدينا نهضروا على فعاليه التلقيح، التلقيح خلاص يعني ثبت الفعاليه تاعو بجداره، لانه لا فاريول الا ايتي ايغاديكي، معناتها استؤصل المرض من كل البلد يعني على المستوى العالمي بفضل التلقيح. الحاجه الوحيده اللي نحتنا لا فاريول سي بيان التلقيح. الحمد لله. في الجزائر مثلا عندنا لو سيرتيفيكا يعني ضد، ما عندناش شلل الاطفال، اخر حاله تاع شلل الاطفال في سكانت في 1997 البوليو سوفات في 1997، ودينا لو سيرتيفيكا في 2016، هذا بفضل التلقيح. ثاني تيتانوس نيوناتال يعني الكزاز عند الاطفال حديثي الولاده، سيرتيفيكا في 2018، هادو كاع نتائج يعني اللي شفناهم للتلقيح، وخاصة نسبة الوفيات، يعني نسبة الوفيات من 149 ل 18، وحتى لازمنا يعني من 2030 في لي زوبجيكتيف يعني مونديو لازم نوصلوا حتى ل 12 وفيات، يعني هذا هو لوبجيكتيف، 12 وفاة لكل 1000 ولادة. يعني في 66 كنا 149 وفاة، يعني كل 149 عائلة تفقد طفل. وهذا وقبل الاستقلال اكثر، هذا عندنا المعلومات يعني، لانه نعرفوا انه المستعمر كان يلقح الاطفال تاعو، كان لكن الاطفال الجزائريين في ابان الاستعمار كانوا مهمشين، والعائله الجزائريه كانت مقصيه من هذا لها، والحمد لله انه بعد الاستقلال استطعنا ان نعمم هذا التلقيح ومجانيا لكل طفل جزائري. دونك كما قلت لك يعني التلقيح خلاص اثبت الفعاليه تاعو، لانه نسمعوا بزاف يعني اولياء يقول ولا يسبوز دي كيسيون هذا الفاكسان هذا، ولو فاكسان كما قالت مدام سماي إلي بخي كاليفي بار لو ام اس، سي ان فاكسان يعني عندنا لو كونترول تاع لا كاليتي، اي بوي سورتو سي ان فاكسان كي ديجا اوتيليزي يعني مستعمل في البلدان في عده بلدان ومنذ عده سنوات، يعني هادو ما حاجه ما نهضروش خلاص يعني مفرغ منها. لكن انا باش نقول باللي ما كاش الامراض ما نديرش التلقيح، هذا هو الغلط اللي يوقعوا فيه الاولياء، لانه ما ديرش التلقيح اوتوماتيكمون كيما قلت في هاي الدفتيريا ميم تجي امبورتي الفيروسات والبكتيريا ما تعرفش الحدود، ما تعرف لا فيزا لا حدود، ما كاش التلقيح تمشي وسافا سيركولي وتنتشر ودير لنا يعني الاوبئه. الوسيله الوحيده للوقايه والوقايه صحه الاطفال وصحه اطفال معناتها صحه مجتمع وامن صحي هي التلقيح، ما كاش لا مفر من هذه، لازم الاولياء يفهموا هذا الشيء. السيدة سماعي، معهد باستور عنده الكثير من المهام، من المهام تاعو التموين اللي انت تشرفي على التموين باللقاحات هذوما، يعني اقتناء لقاحات واستيرادها، كاين لقاحات ربما تصنع في الجزائر لانه جو بونس كو لو فاكسان اونتي ارابيك ولا اونتي سكوربيونيك يصنع امثال لي سيروم يصنعون في الجزائر، لكن من مهام ايضا معهد باستور هو انه يكون على علم بكل ما يحدث
في الدول الجوار، وانا نشوفوا بزاف هاد لي مالادي تروبيكال هادي اللي تهضر عليها الدكتوره ساعي، رانا نشوفوا الكثير من الامراض هذه المستورده اللي جينا من الدول الجوار. هل يستبق الامور معهد باستور ب يعني اقتناء ربما دي فاكسان واحد اخرين؟ على مستوى معهد باستور عندنا مخابر، مخابر تحاليل تشخيص الحالات المرضيه، وعندنا مخابر يقظه، مخابر يقظه اللي تتابع تطور هذا الاوبئه اللي تقدر تكون في دول مجاوره او دول اخرى، ليس غير الدول المجاوره، العالم الان راه صغر بالتنقلات، راك الان متواجد في الجزائر تقدر تكون في بكين بعد ساعات، كما يتنقلوا يعني الاشخاص الامراض يقدروا يتنقلوا كذلك حقيقه مع العولمه، يعني العالم كله اصبح مدينه واحده. لكن شفنا من غير الكوفيد، باستثناء الكوفيد، اخطر الامراض راه يجي من افريقيا، ليست في افريقيا. لو نشوفوا الايبولا، لو نشوفوا هذا الامر، يوجد دي فواي متواجدين، ولكن متواجدين في اسيا، كاين امراض اللي تخص بعض المناطق الاوروبيه، بعض المناطق الامريكيه. شفنا كانت كاين حاله بوليو في الولايات المتحده، تنقلت من فلسطين. دونك يعني الامراض تتنقل من 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 دوله الى دوله، فاليقظه يجب ان تكون دائما. عندكم مركز يقظه في الجنوب بطبيعه الحال؟ عندنا لا ما عندناش في عندنا في عندنا في مسيله، وهران، وقسنطينه. عندنا ملحقات للمعهد، ولكن مخابر اليقظة تاعنا يتعاملوا مع المخابر على المستوى الدولي لمتابعة التطورات الوبائية، لكن يمكن أن نطمئن والاستجابة باقتناء الكواشف. يعني في المرتبة الأولى احنا على مستوى معهد باستور يكون نوفر الكواشف إلى تكون حالات باش نتابعوها، ولا يعني اقتناء اللقاحات يعني يجي في مرتبه ثانيه اذا تتاكد هذا الاوبئه، ولا يكون اللقاح تاع الوباء المعني بالارم متواجد. يعني حتى لي رياكتيف انتم اللي تستوردوهم، نستوردوهم، هو اللي مكلف باقتناء هذه الكواشف للمخابر. وهل يمكن ان نطمئن يعني الاولياء على هذه الرزنامه الوطنيه بهذا لو فاكسان هذا اللي قلنا فيه يعني 6 مضادات عوض 4 مضادات، هذا ليكزافالون سلوي كي رومبلاسي لو تيترافالون، على نطمئنهم على الكميات الموجوده في مخازن معهد باستور؟ الكميات موجوده على حسب عدد الولايات، احنا نقوم بالاقتناء على حسب الكميات المناسبه حسب الولايات اللي نسجلوها كل سنه، ونراجعوا هذه الكميات على حسب تطور عدد الولايات. التمويل الان يروح اي امراه تحب تلقح لو نوفو نتاعها، تروح ولا تلقح لو نوريسون بلوتو، تروح لولايه بلعباس ولا ولايه ميلا ولا موجود الى اقصى الجنوب، اقصى الشمال، اقصى هذا في الرزنامه الجديده متواجد على كل مستوى كل الولايات، حتى ولايات جداً. الجنوب اللي نحن نوفروا لها اللقاحات عن طريق الجو، لانه المسافات بعيده، باش نتاكدوا من ان اللقاحات توصل بالجوده المطلوبه. هذه اللقاحات ما تروحش عن طريق البر، تروح جوا، وحنا اللي نتكلفوا، معهد باستور هو اللي يتكلف بارسال هذه اللقاحات في الشروط اللازمه. وباش نرجع لك واش كانت تقول الدكتوره ساعي مقبل على اجباريه لزوم التلقيح، التلقيح هو تصرف يحمي الفرد ويحمي المجتمع نتاعو. يعني من الغير المعقول انه انسان يبعث وليده الى المدرسه يقول لك انا وليدي عنده مناعه، بصح في المدرسه كاين بالك اطفال عندهم ضعف في المناعه، كيف انسان يقدر يقبل انه يخاطر بطفل اخر؟ نوع من الانانيه، هذا غير من الغير معقول. يعني يجب ان يكون سدو ان كومبورتمون سيتويان. التلقيح يجب ان يكون
مواطنة، تصرف مواطنة باش الإنسان يحمي نفسه، يحمي المجتمع تاعو، يحمي كبار السن، يحمي كي الطفل ما يمرضش. احنا في مجتمعاتنا الصلة بين 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 الصغار والأجداد قريبة، إلا يمرض الطفل يمرض كبير السن، وكبير السن ما عندوش المناعة. وهذا ما لاحظناه سيدة اسماعيل في الكوفيد، في لا بانديمي تاع لو كوفيد بلوتو لا كوفيد، وين شفنا انه الكثير من الاولياء والكثير من الاجداد جابوه الاطفال، جابوه المدرسه، خاصه انه الطفل سيتي ان بورتور سان، يعني ما عندوش اعراض وما يبانش كير في المرض، وهو اللي جابو يعني. وما تقوليه الكلام في الصميم، لانه نوع من الانانيه انه ما لقاش الطفل تاعي ونقول انا نخليه يكتسب مناعه طبيعيه ونبعته يعدي طفل واحد اخر اللي عنده ضعف المناعه. عندك حاجه تقوليها في هذا الصدد؟ يعني واش قالت مدام سماي مهم جدا، لانه كما شفنا في البوحمرون، شكون اللي مرضوا بزاف؟ سواء الاطفال اللي مازال ما وصلوش السن يعني تاع التلقيح، يعني الرضع الصغار، وشكون يجيبهم لهم؟ الاطفال اللي كبار اللي ما تلقحوش ولا ما داوش الجرعات اللازمه للتلقيح. يعني خلصوها بزاف، خاصه لي 0-6 موا، اللي تحت 6 شهور وتحت 9 شهور، وكذلك الاطفال اللي ما داوش تلقاوش الجرعات الثانيه من اللقاح. اللقاح يعني ما كاش حمايه واحده اخرى للطفل، خاصه كي يدخل اون كوميونيتي كسوا لا كريش ولا ليكول، من غير اللقاح. وقبل ذلك إذا كان منظمة الصحة العالمية دارت باللي اللقاح الأول يندار في شهرين، ماشي هكاك لأسباب، لأنه الطفل في هذاك الوقت الأمراض اللي نحميوها بهذاك اللقاح تقدر دير له الميننجيت اللي تقدر تقتله. يعني ماشي هكاك برك هذاك لاج ايتي شوازي، يعني منظمة الصحة العالمية تمشي حتى لست أسابيع، يعني شهر ونصف. هذا باش نقول باللي اللقاحات لازم تندار في مواعيدها. كي يكون تأجيل راح نستدركوه، ولكن نأكد على المواعيد. إلا درناه في شهرين وفي 4 و12 ماشي هكاك، لأنه هذاك الوقت اللي يكون الطفل معرض لهذه الأمراض اللي تقدر تفتك به. بوحمرون ما درناش حتى 11 شهر، لأنه من قبل كاين لي زونتيكور ماتيرنال ما نقدروش نديروه من قبل، باش تكون يعني الوقاية أكثر. زدنا في هذا البرنامج ما هضرناش عليها، هو في الصحة كاين ان غابيل اوسي في الصحة المدرسية في السنة الأولى. السنة الأولى كانوا يديروا لقاح شلل الأطفال الفموي، وكانوا يديروا ضد الدفتيريا وضد التيتانوس. دونك ابتداء من العام الفارط السنوات الاولى داروا لقاح رباعي فيه الدفتيريا، التيتانوس، السعال الديكي اونكور ان غابيل بلس شلل الاطفال المحقون. وكما قالت مدام سماي مقبل، يعني يديروهم في المدرسه، دارت ديجا العام في السنه الاولى، السنه الاولى ابتدائي. وهذا العام نفس الشيء، يعني ندار العام اللي فات تاع الصحه. كيفاش يندار؟ يندار في السنه، يديروه يعني نظام. على حسب البرامج تاع الوحدات تاع الصحه المدرسيه، كل واحد وقتاش يبرمج على حسب يعني عدد الاقسام اللي عنده، لانه لي كلاس سيبل عندك البروميير اني بريمير موين وفي الليسي. كانت قالت مدام سماي شيء مهم جدا، هو انه كانت كينقص التلقيح حتى في الولايات المتحده. يعني شهدنا حاله شلل الاطفال عند نادولت بالغ وين وصل الشلل، يعني من متحور من شلل الاطفال. ونفسه كان يعني نفس الفيروس كان يمشي في بلدان اخرى، مثلا لونجلتير، ولكن كان يمشي برك في يعني في لي زو يوزي. وعلاش ما با يو دو كا هومان في لونجلتير؟ باسكو التغطيه التلقيحيه كانت كبيره، مع انه الفيروس كان تما ويمشي ومنتشر، ما كانت في ولا حاله، لانه التغطيه التلقيحيه كانت كبيره. في الولايات المتحده في هذاك المكان كانوا بزاف لي زونتي فاكس تاع في هذيك التغطيه التلقيحيه كانت 60% في هذيك المدينه. باش نقول لك مني تنقص التغطيه التلقيحيه تعاود تولي الامراض نيمبورت كي لاج. الفكره تاع الدكتوره الساعي انه اذا إجبارية التلقيح بطبيعة الحال، كل من لقحوا كل ما راح نجنبوا المجتمع تاعنا هاد لي زيبيديمي هادي. وهاد الفكرة لازم نحو هاد لي دي بريكونسيو هادي، وهاد الأفكار المغلوطة تاع أنه الطفل يكتسب مناعة طبيعية، هذه مناعة طبيعية يكتسبها في حاجة واحدة أخرى. لكن في هاد لي فاكسين اللي رانا نديروهم تاع لا ديفتيري،
تاع ليباتيت تاع لا بوليو تاع لونتي بنومو، هذوما كلهم ما لازم مجبر علينا لا روجول، هذوما لازم نديروا له. انت تكلمتي لي على الرابيل تاع سنه اولى، تكلمي لي على الرابيل عند لي زادولت، يعني عند الكبار. احنا مشكل شفنا عند صغار حقيقه اغلب العائلات الجزائريه يدوا ولادهم باش يلقحوهم، سواء على نيسونس في شهرين، في 4 شهور، في 6 شهور، في 11 شهر، 12 شهر، اي 18 موا. دونك لا بلوبار تاع الامهات تقصيهم يعرفوا كاع لو كالندري هذا، دونك 0 2 4 11 12 اي 18 موا. لا وحنا حذفنا نظن واحد تاع 3 شهور هذاك نحينا. لكن الكبار للاسف الشديد اغلب الكبار ما يروحوش يديروا رابيل، لماذا؟ هذا سؤال في محله. لو كان نشوفوا البرنامج تاع التلقيح نشوفوا بلي يوصل حتى 18 سنه ويقول بعد 18 سنه غابيل تاع الدفتيريا والتيتانوس كل 10 سنوات. هذا ناكد عليه لانه بزاف ما يديروش اذا كانوا في الوسط العام. كل 10 سنوات كل 10 حتى يلحق لانه الدفتيريا والتيتانوس مدى الحياه، لانه الدفتيريا والتيتانوس ما يعطوش مناعه مستديمه، ماشي مناعه دائمه، لازم كل مره نعاودوا نشطوها بجرعه من اللقاح. هذا مهم. بزاف ناس انا نسقسيهم يقول لك ديتو في الليسي كي كان يقرا، يعني هنا وعلاش راني نهضر على لان هضرنا على الدفتيريا والتيتانوس. واش قلت لي انه انا يديكا امبورتي تاع الدفتيريا، انا يديكا راهم كاينين، يعني حتى لادولت لازم ما ينساش الجرعات تاعو هادو تاع كل 10 سنين ومتوفرين. حنا وحده من نقاط القوه تاع يعني لو سيستيم دو سونتي هي الصحه الجواريه، لي سونتر دو سونتي. دونك لي سونتر دو سونتي دو بروكسيميتي كاينين، يعني ما راحش يتنقل مسافات كبيره باش يلقاهم، كاينين قدامه في كل على يعني براتيكمون شاك سنة. لا لكن دكتوره احنا عندنا واحد هكذا الفكر تاع واحد الاعتقاد، واحد كبير يقول لك انا في عمر 40 سنه نروح، لازم نفهموا بلي ما في عمر 40 سنه يروح يلقاه ما كاش مشكل. البارح درت الغابيل تاعي تاع الديتي كلمه صائبه، قلت لازم نفهموه، لازم التوعيه تكون دائمه. وطرحت سؤال الان على التلقيح حتى لوقتاش؟ الحجاج تاعنا رانا نلقحوهم ضد ديفتيريا وتيتانوس ضد لقاحات اخرى. التلقيح دائم كل 10 سنوات مدى الحياه، والله يطول العمر يعني. انت يا سيده اسمعي درتي تاع تيتانوس؟ كلهم وديفتيريا؟ انا كلهم، انا كلهم كل 10 سنوات، انا كل لقاحات ليا لاولادي. ربما الحقنا لنهايه الحصه فتنا الوقت، لكن سؤال مهم نعطيه لك لكن في عجاله. الاعراض والمضاعفات حتى الامهات تطمئن، هذا تاع ليكزافالون هذا اللي فيه 6 لقاحات، هل فيه اعراض من غير الحمى؟ وما هي المضاعفات اللي تقدر تكون؟ باختصار. وي باختصار كما قلت لك كاين دفتر صحي جديد، والدفتر الصحي هذا الجديد فيه يعني نقدروا الدفتر الصحي المخرج، لانه هاو الدفتر الصحي الجديد هذا اللي راح يرافق الاطفال حديثي الولاده. انا عندي الحجم الكبير تاع الدفتر الصحي، لكن الامهات لما يروحوا يلقحوا اولادهم راح يلقاو نفس الدفتر الصحي لكن مصغر مينياتور يلقاوه، ومهم جدا انهم يحتفظوا بهذا الدفتر الصحي. مهم جدا لانه يقدر يسحقوه يعني في الفيوتور لي فاكسيناسيون حتى لاج تاع ادولت. كاين فيه اون روبريك معلومات للاولياء، معلومات للاولياء تعطيهم معلومات حول الامراض اللي نحميوها بالتلقيح وحول الاعراض الجانبيه العاديه بعد كل تلقيح، يعني احمرار، الم، انتفاخ، بكاء، ما يحبش يرضع، هذو كلها اعراض جانبيه عاديه مور التلقيح. يعني نقولوا للامهات بانه هذا شيء عادي، ونفس الاعراض اللي كانت مع اللقاحات اللي من قبل راح تكون مع هذا. ديجا هذايا لو كوكليشو الى اسيلولير معناتها يعطي اعراض جانبيه اقل من الاول، كان الجيرم اونتي معناتها كليا كاع التيسولا فوالا سيت ادير كلها دوكا، يعني مكونات صغيره اسيلولير ناقصين بزاف، يعني تعطي اعراض جانبيه اقل. لا خلاوي تعطي اعراض جانبيه اقل. هاد اعراض جانبيه نطمنوا الاولياء هي شيء عادي بعد كل تلقيح، ممتاز. ما يتخلقوش منها. حاجه واحده نزيدها للامهات، كيكونوا يعني لي كونتر انديكاسيون تاع لا فاكسيناسيون نادره، ان بتي غيم يعطس يسعل عنده حمى خفيفه ماشي كونتر انديكاسيون لا فاكسيناسيون، روحوا لقحوا ولادكم. ونقولها حتى لمستخدمي الصحه انهم ماشي هادو، يعني سي دي فوس كونتر انديكاسيون، وهادوما وحده من الاسباب اللي تنقص لنا، لانه كل طفل يروح نرجعوه تنقص التغطيه التلقيحيه.
وفي هذا الصدد كانت وزارة الصحة دارت عدة تكوينات يعني مع هذا البرنامج في جويليا، وسادوا 6 دورات تكوينية في عدة ولايات، عنابة، وهران، بشار، ورقلة، ورام جايين، إليزي، وتمرست، يعني عدة تكوينات لكل مستخدمي الصحة باش تكون يعني الانتقال لبرنامج 2023 بصفه سلسه ومبسطه لكل مستخدمي الصحه ولكل الاولياء. شكرا، شكرا على كل هذه التوضيحات وهذه المعلومات القيمه دكتوره سعيد، ونتمنى الرساله توصل للاولياء وحتى للاطباء والمكلفين بتقنين بهذه اللقاحات في المراكز الصحه حتى هما يشجعوا على تعميم هذا اللقاح. نختم معك في 30 ثانية سيدة اسماعي، تكلمتنا عن لقاح هذا ممتاز، كميات جبتوها متوفرة واللقاح ذو جودة، الفاكسان تاع لا غريب سيزونيير هل جبتوه ولا مازال؟ ماشي موضوع تاعنا اليوم، لكن حنا نعرفوا باللي موالفين يجيبوا معهد باسكون في شهر اكتوبر. رانا في الموسم، هو في على مستوى التحليل ان شاء الله، وعن قريب تصرح مديرية الوقاية على مستوى وزارة الصحة عن تاريخ إن شاء الله، لأنه الكثير المواطنين متخلقوا ويحوسوا على هذا الفاكسين. حاب نختم ب في 10 ثواني تفضلي. اللقاح متوفر بالنسبة لكل الفئات، هو مجاني، ومن الغير معقول أن نمرضوا ولا تكون عندنا إغاقة ولا نوصلوا أنه يموت مواطن من مواطنينا بمرض للقاح تاعو متواجد وموفرات الدولة بطريقة مجانية في كل ولايات وفي كل ربوع الوطن وبطريقة آمنة وذو جودة أكيدة. ممتاز، و الرسالة نظن وصلت لكل إخواننا المشاهدين، لا تؤدوا بأنفسكم إلى التهلكة. معهد باستير يجيب هذه اللقاحات بكمية كبيرة ومتوفرة في 58 ولاية، ما كان حتى عذر باش الإنسان ما يروحش يلقاه. تحمي نفسك، تحمي العائلة تاعك، وتحمي حتى العائلات الأخرى. يعني كنت أود أختم بكلمة على إخواننا في فلسطين، كلنا غزة ومتضامنين مع إخواننا الفلسطين، ونسأل الله عز وجل أن يرحمها موتاهم ويتقبلهم من الشهداء ويشفي مرضاهم ويلهمهم الصبر والسلوان. ألقاكم في عدد مقبل من برنامج أضيان، مع السلامة.